أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الحياة حلوة. أيوة الحياة حلوة والحياة جميلة مع كل مبدع وكل مبدعة بنستقبلهم في حلقتنا. طب يا ترى النهاردة هيكون معنا مين؟ النهاردة هيكون معنا سيدة مصرية مجتهدة وليها لون جديد في الكتابة، لون مختلف. عملت حلقات كتير لكن ما شفتش اللون بتاع الشاعرة اللي مش هحرق دلوقتي بالحلقة وهي اللي هتعرفنا بنفسها واحنا في انتظارها. ان شاء الله هتكون معانا ضيفة جميلة ومش كمان شاعرة بس، لا دي دكتورة في التربية الخاصة واخصائية في التربية الخاصة واخصائية نفسية، وهنتعلم منها حاجات كتير وهتوصل لنا كلنا رسائل كتير. طيب نطلع نشوف مين ضيفتنا النهاردة، يلا خليكم معانا. الحياة غين ومحلى أنغامها، الحياة حلوة بس نفهمها، الحياة غين ومحلى أنغامها، ارقصوا غنوا وانسوا همومها، الحياة حلوة الحياة. لكن يا حبيبتي مش كفايه، بحبك حب صافي من البدايه للنهايه، كل ما امشي خطوه فيكي بفتكر نظر عينيكي لما تصحي الصبح بدري ترسمي في قصر الحكايه. الزواقي والغطال، السنابل والعتاب، لما كل نسمه فيكي، لما كل رغبه فيكي، لما كل شبر فيكي يحكي لك مليون روايه. الله عليكي، ودي من كلمات الشاعرة وضيفتنا النهاردة في حلقة الحياة حلوة الشاعرة وردة خطاب. وبعد ما بدأنا بالقصيدة الجميلة للشاعرة الكرافة الجميلة وردة خطاب، قصيدة كلمة حب، فطبعا بنحيي الاستاذه ورده اللي حملت النشاط النهارده وجات لنا من محافظه الغربيه طنطم. ازيك يا استاذه ورده؟ الحمد لله. انت ما شاء الله من السيدات الطموحه المجتهده، وده عرفته من خلال السيره الذاتيه بتاعتي. يعني بتدرسي دراساتك في علم النفس، دراساتك في مجال التربيه الخاصه، كمان شاعره وكاتبه، بس يعني بتتميزي بلون خاص لما اطلعت على اشعارك لقيتها بشكل قصصي فظيع. يعني جميل جدا ان انت بتمزجي بين مجالك العملي وبين مجالك الادبي من خلال حواديت وقصص للاطفال وطرق التعلم. فهتخلي الكاتبة وردة تعرف السادة المشاهدين أكثر بنفسها. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي وردة خطاب، وردة محمد ناصر خطاب، من طنطا غربية. حصلت على بكالوريوس خدمة اجتماعية، ومعايا برضه دراسات عليا في الصحة النفسية وعلوم الأعصاب، بشتغل أخصائية تربية خاصة في إحدى مؤسسات خيرية. طبعا شيء جميل جدا، لو مش هنقدر نوفيكي حقك مهما اتكلمنا عن الاشعار، لكن الساده المشاهدين بنفسهم هيحكموا على اللون الادبي الجميل اللي انت بتكتبيه، وفي نفس الوقت الشاعر الناجح والكاتب الناجح هو اللي بيقدر يحقق مزج بين مجاله العملي ومجاله الادبي لانه بيوصل رسائل شعر. طيب لو قلنا الشاعره الفراقه ورده خطاب، امتى بدات الكتابه وايه هي الالوان الادبيه
اللي بتحبي تتقمصي كده بيها؟ طبعا بدات طبعا من زمان من وانا صغيره خالص، يعني بدات اكتب في المرحله الاعداديه. اول ما بدات كتبت عن كانت ايام الانتفاضه الفلسطينيه، كتبت حاجه بعنوان كنت بقول فيها فكوا الحصار يا عرب، فكوا الحصار، انا في انتظاركم يا عرب، انا في انتظار. وبعدها خرجت كنت ايام في الاعداديه خرجت المدرسه طبعا عربيه يعني او اي حاجه. فقعدت تقول لي قالت لي لا ده ما ينفعش خالص، ازاي تقولي فك الحصار؟ الحصار دي يعني لا تفتحي. فبصراحه يعني ايه فصلتني. ف لا لا انت بتقولي فك الحصار ان انا كنت بتكلم يعني عن الضرب بناء اللسان على لسان القدس نفسها، على لسان القدس. ايوه انت القدس عايزه الحصار يتفك وكفايه كده. ايام لكن المدرسه واضح ان هي بس حصل لبس في المفهوم. بعد كده بقى بدات اكتب في المرحله الثانويه وايام ثانوي اكتب ومهتمش بالورق فارميه وكده. فوالدي بقى بدا يعني يجمع الورق اللي انا كنت بكتبه وكنت يعني كده بدات عندك خواطر وبدات بقى قصص اكتب الحاجات اللي انا حاسه بيها بتحصل مثلا حواليا احداث المجتمع. طبعا كتبت حاجات كتيرة جدا، كتبت فوق دلوقتي معايا حوالي 130 قصيدة طبعا غير المقالات والقصص القصيرة واغاني الاطفال. ده اللون الجديد اللي انا بقدمه دلوقتي او ان شاء الله تحت الطباعة تحت النشر ان شاء الله، يعني قريب جدا ان شاء الله، يعني هطبع ان شاء الله قريب ان شاء الله. وباذن الله العام القادم نشوف كتبك واعمالك في معرض الكتاب الدولي ان شاء الله. طيب ايه رايكم لو طلعنا فاصل ونرجع تاني نسمع قصيده من ابداعات الشاعره الجميله ورده خطاب؟ ولطنطا حظ كبير لكون عدد ليس بقليل من ابنائها من المشاهير وأصحاب الرؤى والسياسيين والفنانين. وعلى بعد كيلومترات تأتي مدينة المحلة الكبرى، إحدى أهم القلاع الصناعية في مصر. والمحلة الكبرى تشهد حالياً نهضة معمارية وتجميلية غير مسبوقة للميادين والشوارع والبنية التحتية بالكامل.